السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا بالجميع في فيديو شهري. طبعا ننزله دائما بعد التحديث الشهري لعالم Red Dead Redemption Online، وراح نتكلم فيه عن الملابس النادرة اللي رجعت للكتالوج بالاضافة للاوتفيت الشهري المجاني طبعا اللي اعطونا اياه روكستار كل شهر. طبعا يعطونا اياه، ورجع عندنا البندانات طبعا باللون الاحمر والابيض والازرق اللي طبعا من نوع الباترن، طبعا راح نشوفها مع بعض نشوفها كيف. والكينفينغتون هات هذه كذلك هات معروف دائما يحطونه في الجوائز وهو يعتبر من الاشياء النادره. والتايد بانتس يعني براطيل من نوع التايد، راح نشوفها مع بعض نشوف كيف، والله ماني فاكرها. اورتيغا فيست طبعا مشهور هذا الفيست او الصدريه، طبعا الفيست صراحه جميل جدا الاورتيغا، هذا منافس جدا لفيستات مره مشهوره وراح نشوفه ان شاء الله مع بعض، انا من عشاق هذا الفيست صراحه. وكذلك اخيرا الوودلاند جلوفز، يعني جلوفز او قفازات راح نشوفها مع بعض، وراح اولا نشوف الاوتفيت بالاضافه للاشياء المجانيه وراح نعرج عليها بشكل سريع. ليتس جو هالو جود تو هاف يو. يلا يا شباب بسم الله على بركه الله، وروح على الهات. اوكي يعني راح نبحث قطعه قطعه. طبعا هذا الهات اول شيء مكتوب عليه لما تستوك راح يكون بخمس سباق ذهبيه. اوكي صراحه مميز كينفينغتون هات، نعم مميز والله مميز صراحه، يعني جدا جدا جميل يعني. ولكن المشكله بالسبائك الذهبيه يا جماعه، كل شيء بالسبائك، عشان كذا دائما الاشياء اللي دائما تكون بالجولد مميزه دائما. طيب عندنا اول لبس مجاني يا شباب، راح يكون من النوع هذا الهات اللي هو تحت اسم الفيذر هيد فلوب هات. اوكي راح يعطونا باللون البني، اوكي راح نعمل له كليم مطالبه. عد وكرر يا شباب، اذا انت مثلا يعني في الرانكات الاولى، يعني مثلا رانكك واحد او اثنين وثلاثة، انا دائما اذكر الشباب بامكانك تحول طريقة الشراء يا شباب بالجولد، بدل ما يكون بالكاش راح يكون بالجولد وراح يعطيك اياها زيرو جولد، انا حاليا لاني اشتريتها. طيب معطينا كذلك جاكيت، اوكي اوه الجاكيت هذا جميل صراحة، سبق وكنت اشتريه وياما وقلت لناس كثيرة هذا الجاكيت مرة جميل، وبالذات على شخصية الفيميل مرة اجمل. شوف يا شباب الان لما نحول على الجولد راح يكون زيرو جولد زيرو نجت، يعني ما راح يكلفكم اي سبيكه ذهبيه يا شباب. وبكذلك بامكانك لو كان مقفل عندك هذا الجاكيت انك تشتريه مجانا. يلا نعمله كليم مطالبه. اوكي نايس، هذا الازرق اوكي نايس. بنشوف اذا في. طيب بالنسبه للاورتيغا فيست يا شباب هذه هي، طبعا انا دائما والله اشتري مجموعه من طبعا شخصيتي القديمه قبل ما احذفها صراحه كان عندي هذه الاورتيغا، كان كلها كان عندي الاحمر واللون هذا وبالذات هذا مره جميل، كلها جميله، ودائما ياما نزلت فيديوهات وانا لابس الملابس هذه الفيست الاورتيغا صراحه. انصح الجميع بامتلاك هذا الفيست يستاهل مره جميل، راح ارجع عليه راح اشتريه ان شاء الله. طيب ما عندنا فيست مجاني يا شباب، عندنا بنطال مجاني اوكي راح يكون باللون الازرق وراح نشتريه نايس. طبعا ما ننسى يا شباب انه التخفيضات على البوت 50% يا جماعه، التخفيض مره هائل. طيب انت عندك الان كلها مسجله سيلز، ما انت عارف وش وين المجاني، راح تلاقي زيرو مكتوب عليه زيرو يا شباب، فنبحث عن اي شيء مكتوب عليه زيرو زي ما انتم شايفين يا شباب، هذه الوحيده اللي مكتوب عليها زيرو فندخل عليها ونعمل عمليه بحث سريعه. اكيد راح يكون موجود هذا، هو حيكون فري اوكي راح نشتريه مجاني. راح نكمل كذلك نشوف شابس، نعم عندنا شاب يا شباب اللي هو مره حلو، طبعا هذا من النوع الغالي والله اعطونا اياه صراحه صراحه. كريم كريم اللي سوى الاوتفيت كريم معنا صراحه مره ذويق الى الان صراحه، اللبس مره اسطوري حرفيا اسطوري يا شباب. نرجع للملابس النادرة، هذا هو الجلوفز النادر اللي هو تحت اسم الوودلاند جلوفز، صراحة يعتبر من الأشياء الجدا مميزة ودائما يحطوا عليها جوائز، دائما تكون في المكافآت خصوصا اللون البرتقالي، يعني أشياء مميزة أشياء حلوة تستاهل صراحة. بالنسبة للبندانات يا شباب هذه هي البندانات، طبعا ترى حلوة صراحة، أنا أمتلأ عندي كذا واحدة أعتقد، في واحدة كذلك تقدر تشتروها يا شباب عن طريق الفنس، يعني تروح الفنس وتقدر تشتري الكيت كامل اللي هو يعطيك بندانات باللون الاحمر، بندانات مره مميزه صراحه، واعتقد انه عندي هذه البندانات مره جميله. اوكي ما في شيء مميز فيها صراحه، انا اعتقد انه هذه البندانات بالنسبه لي هي اللي تفوز صراحه، هذه من اجمل البندانات اللي موجوده. طيب يعطيكم العافيه يا شباب، هذا هو لبسنا حاليا. بالنسبه للفيميل او شخصيه البنت راح تفرق عن شخصيه الرجل بالتيشيرت يا شباب،
بالنسبة للفيميل راح تكون تحت اسم شيرت ويست. أنا ما أدري صراحة، ما عندي شخصية فيميل حاليا. أوكي شباب، هذا هو لبسنا صراحة. والله شوفوا أكون صادق معكم، يعني اللبس جميل، يبغاله بس تطعيمات خفيفة. يعني ممكن يعني مثلا تغير اللون الأزرق، تحطه بلون ثاني مختلف غير الأزرق، لكن أشوف الأزرق راكب صراحة، ما في أي مشكلة. ممكن تغير لون الحزام، ممكن تحط كرافتة، ممكن تحط، أعتقد البندانة ما تناسب. فصراحة الأوتفيت صراحة هذا يمكن نعتقد أنه أجمل أوتفيت من فترة طويلة، ما شفنا أوتفيتها زي كده، وعليه القيمة. كل شيء فيه صراحة عليه قيمة، فشكرا للشخص اللي سوى هذا الأوتفيت صراحة، جزاه الله خير ما قصر. هذا هو اللبس المجاني صراحة، الأوتفيت الشهري المجاني. أنا أشوفه والله مرة جميل مميز. أنا من الناس اللي دائما أميل للملابس الجبلية اللي أو ملابس أحيانا تكون الصيد اللي في الأماكن الباردة بصراحة، أو الملابس اللي تكون فيها النيتف، شخصية الهنود الحمر أو السكان المحليين. يعني هذه الملابس والله جميلة صراحة. خرجنا من الملابس التيبيكال اللي هو دائما تعرفين، يعني أغلب الملابس أو أغلب الناس اللي اختاروا الأوتفيت الشهري تكون تبع البلاد ماني، يعني صراحة جاكيت أو بنطال أو دقلة طويلة وتيشيرت خفيف مع يا ربطة عنق بسيطة أو بندانة و خلاص يعني، او هات العادي. لكن هذه شيء مميز بصراحه، هذا الاوتفيت صراحه جميل جميل بمعنى الكلمه. هذا وجهه نظري يا شباب، انا اشوفه يستاهل صراحه. بالنسبه للشهر هذا يا شباب راح ينتهي، طبعا ذكرت في التحديث انه راح ينتهي في 5 اغسطس. 5 اغسطس اللي هو المكافآت الشهريه راح تستمر ولغايه 5 اغسطس. انما التحديث الشهري هذا بس يا شباب للعلم والاحاطه وتصحيح للتحديث الشهري اللي نزلته أمس بالمسبق، راح ينتهي العرض يوم مع نهاية جولاي، يعني يوم 1 أغسطس راح يبدأ معنا شهر جديد إن شاء الله حسب آخر الأخبار. وراح ننتظر طبعا روكستار يعطونا في النيوز واير، وانتوا دائما امشوا على كلام النيوز واير مهما سويت أنا من تحديثات أو غير ينزل لكم تحديثات، نبقى راح نمشي على النيوز واير تبع روكستار، يعني هي النشرة الرسمية الشهرية، يعني تقريبا على اعتقد 7 المغرب بالكثير، يعني هتلاقوا النشره في موقع روكستار بشكل رسمي. طيب خلينا نختار القفص الصدري ونخدر الكوغر الاسطوري تبع بلاك ووتر بصراحه، نبغى نروح نبيعه ونشوف كم يجيب لنا سعر. يعني هذا هو وينه؟ اوكي يا خيلي عشان هذه. اوكي اوكي يا اخي ابعد. وين راح؟ يعني كم يبغى؟ انا مستغرب يعني غريب. يعني اكثر من 10 طلقات يعني جات. تعال تعال وين راح؟ يا ساتر. اوكي هذا هو. صراحة شيء غريب، يعني أول مرة أشوفه ضد التخدير، يعني ياما خدرت ياما. غريب غريب صراحة. عموما راح ناخذ عينة يا شباب، راح نشوف لأنها مضروبة تريبل، مبلغ مرة خرافي. أوكي هذا المكان اللي ذبحني بكل أسف. شيل الهات طبعا عشان تستخدموا القفص الصدري يا شباب، نصيحة يعني لازم تعبوا الديداي. أنا نسيت صراحة لأني دوبني صراحة دخلت في اللعبة فنسيت صراحة اني اعبي الديداي، يعني تاخذ التونكس هذا، اي تونكس طبعا للديداي. اوكي راح مباشرة ننتقل الى هيريت وراح نشوف كم تعطينا فلوس. صراحة انا اكون صادق معكم، يعني هذا الشهر يعتبر شهر مميز يا شباب، لا احد يستهزئ فيه. تليجرام ميشن صراحة اسطورية، في واحد سألني كيف ادخل على التليجرام ميشن. الشباب اعتقد انه ياما شرحتها كثير، يا جماعة راجعوا فيديوهات القديمة. صعب انه يعني لازم انت تستفيد وانا استفيد ونفس الوقت لما تتفرج على فيديوهاتي. تضغط سهم يمين هذا هو قدامك تليجرام، خلاص هذه كلها تليجرام ما عدا الكول تو ارمز ما راح يحتسب معك، هذه وهذه وهذه وهذه. اوكي نفس الشيء يا شباب، كذلك عندنا في احد ممكن يستفسر يعني يقول كيف في تركي انا اعرف مكان الهايد اوت؟ عن طريق الخريطه يا شباب اللي هي تبع الكوليكتر، في كذلك بامكانك تعرف اماكن هذول الهايد اوت يا شباب. طبعا هذه علامتهم يا شباب، بيت وعلى جمجمة راح تلاقيهم هايد اوت، عصابة مستخبين هنا، كل اللي عليك انك تخلص عليهم كلهم جميعا، راح تحصل على تريبل اكس بي يا شباب، شيء اسطوري صراحة. الناس اللي تبى تلفل
ليتها كان فيها أشياء أكثر، ولكن عموما هذه هو اللي موجود. يعني إيه لما تجي تعصب مرة، شوف يا شباب كم السعر، 43 دولار، هذا للليجندري جوجا كوغر اللي قبل شوي، هذا 43 برضو اللي هو الميدنايت الكيوتي اللي صدته من فترة. طبعا غير كذا الثانية، الأشياء الثانية العادية قريبة الفرجينيا، نعم الفرجينيا عادة يكون بالسنتات يا شباب، لكن ما شاء الله يعني شيء خرافي. يعني الماسكرات ب3 دولارات، ماسكرات يا شباب، الماسكرات اللي الصغير اللي زي شبه الفار تلاقونه عند النهر، يعني سهولة تقدر تخدروا هذه الأشياء وتكسبوا فلوس. يعني الشنطة إذا مثلا ما شاء الله ملف عندك الشنطة، بإمكانك يعني تأخذ 10 عينات من كل حيوان. فلو على سبيل المثال أخذنا 10 عينات مثلا للمسكرات، راح تحصل على أكثر من 32 دولار يا شباب، تقريبا 2 دولار، 35 دولار. الأرانب لأن هي فعلا منتشرة بشكل قوي، خلينا أخذ عينته وأشوف. يعني الأرنب الكيوتي، بس الأرنب أسهلهم، يعني أرنب طلقتين بس ما راح يتعبك. وطبعا ميزة الأرنب أنه ما يتعبك، على طول يطيح وما يجري في مجموعات مثل الغزلان. يعني أنا أنصحكم في الأرانب بصراحة، الأرانب راح تجيب لكم مرة فلوس. التماسيح نفس الحكاية يا شباب، إذا كنتوا في جهة الأقرى وصراحة راح تكسبوا، أنا متأكد هذا الشهر شهر الفلوس بإذن الله تعالى. راح نزل فيديو كيف تكسبوا فلوس يعني وذهب في عالم ريد ديد ريديمشن خصوصا هذا الشهر. خلينا نرجع ل وصلت فين أنا؟ وصلت ماكفرلان. خلينا نرجع لهيريت ونشوف الوضع. طيب يا شباب شوفوا الأرنب الآن كم عندي، 3 عينات أرنب، 3 دولارات يا شباب، أسهل شيء صراحة. شوف 9 دولارات الآن حصلت، هذه 43 دولار ونص. شوف الفلوس كيف يا شباب، يعني أنا متأكد هذا الشهر راح يكون فلوس أسطورية بمعنى الكلمة يا شباب. فنصيحة نصيحة، غير انه تريبل اكس بي يعني بامكانك تلف الرول الناتشوراليست. انا لسه والله ما بعد لفلت رول الناتشوراليست، اخر مره لما كنت العب طبعا الاسطوره وحلقات الاسطوره لعبته وخلاص لفلت الشيء المهم وبعدها وقفت، ولكن راح نكمله عشان نشتري كذلك خيول الجيبسي لخيول الطبيعه، عليها تخفيض مره هائل ومره مميز. فشباب هذا الشهر جدا مميز وصراحه يعني حلو، احسن من الشهر الماضي، واعتقد انه الشهر هذا جدا متوازن. يعني ما في ذاك الشيء الشاطح مره يعني زي ما صار يعني قبل شهرين بالضبط في شهر ماي، اعطونا طبعا كل الرولات عليها دبل اكس بي ودبل كاش، كان شهر اسطوري لا يتكرر. انا كنت مع وضد في نفس الوقت، مع انه نبغى الناس ترجع لريد ديد ريدمشن، لكن للاسف يعني ما في ناس كثيره رجعت. في نفس الوقت يعني اكيد يعني راح يكون في دروب، يعني راح يكون في بيك اللي هو ارتفاع، اكيد راح يكون في دروب فظيع. يعني انت من شهر كان كل شيء فيه دبل واكس بي والناس استمتعت وجمعت وبنت في شخصيات جديده، وفجاه كده تجحفلهم تقول لهم ما في ولا اي شيء ولا دبل، راح نعطيكم ضرب أربعة في سباق الخيول اللي اصلا ما يكسب ومضيع للوقت، وغير كده ما في سيرفرات مستقله الناس تقدر تلعب وتستانس وما في جليتشات ولا اخره طبعا. فالله يعطيكم العافية، هذا كان الأوتفيت الشهري المجاني، أتمنى أنكم تستانسوا في هذا الشهر. لا تنسوا من اللايك والاشتراك في قناة الكل جديد، وأشوفكم بإذن الله تعالى في الفيديو القادم. تابعوا صحتكم، peace out، مان الله.